في فيتشرز مختلفه في البرودكت نفسه لسه عايزين نضيفها، زي مثلا ريموت كنترول للبن، تقدر تكنترول من غير ما تلمس السكرين، لو مثلا عايز تكنترول حاجه او تقدر تعمل ده ريموتلي. في نفس الوقت حته الفينجر تاتش، لانه معظم اليوزرز عامه لما بيجي يكتبوا بيحتاجوا بن، بس اذروايز لو هو مش بيكتب، لو مثلا عايز يعلم على حاجه، يكبر حاجه، يدراج اند دروب، يبقى بيحتاج ممكن نعمل ده بهيز فينجر تاتش. دي فيتشرز برضو لسه عايزين نضيفها. فستيل عندنا يعني ان شاء الله بايب لاين طويله، وفي اكتر من كده كمان، في حاجات لسه يمكن عندنا اوريدي بروف كونسبت منها، يعني تقدروا تشوفوا حاجه شغاله فعلا منها، وفي حاجات لسه محتاجه تطوير، فلسه يعني مشوار طويل برضو. معلش انا قاعد بسمعكو وبسمع الشرس جمال، بس انا مش قادر الصراحه. ليه؟ انت لازم النهارده تبقى عارف ان انت النهارده ما بقيناش في عالم لوحده اسمه مصر، احنا في عالم اكبر، تمام؟ ولازم تبقى عارف انت واقف فين من العالم ده. انت عندك عضله قويه، العضله القويه دي هي الار ان دي او اللي انتوا ابتديتوه. البرودكت ده موجود من زمان، اوكي؟ التطور بتاعه هو ده اللي انت لازم تبقى موجود فيه، مش الحته التجاريه. انت هتسيب العضله بتاعتك القويه وتروح تقعد تتكلم مع مدرس عشان تبيع له او تشوف الديستريبيوشن او ولا هتقعد تشوف النهارده كل الهاند جيستشرز اللي هي النهارده اتنقلت من التليفون ومن الابل النظاره الجديده ومن الساعه ومن الكلام دوت، ان الهاند جيستشرز هي اللي بقت تكنترول كل حاجه. مزبوط. انت عندك قوه جامده جدا ان انت ابتديت وحطيت ار ان دي كتير وحطيت انجينيرنج كتير في القصه دي، لازم تسبق فيها النهارده وتعرف انت فين من العالم، وتعرف ان انت تروح تحط بيتنسي معينه. غير كده للأسف احنا مش هنعرف ننافس صناعة، عشان الصين الراجل عنده المصنع خصوصا في الوقت الحالي في حتة الديجيتال، هما ابتدوا البلاتفورم بتاعهم من زمان، مش هتعرف تنافسهم. زي التليفون وزي الايباد وزي كل المشاريع الجميلة اللي اتعملت هنا، للأسف اما بتيجي على كميات كبيرة، ما انت بتصنع 3000 السنة الجاية، ده حلمك، هو 3000 دي بينفخ فيها في يوم واحد هيصنعها الراجل بتاع الشيب جنبه، الراجل بتاع ده جنبه، الراجل بتاع ده جنبه. فمن فضلكم اقعدوا تاني، عشان الواحد بيصعب عليه ان في شباب زي الفل ويبتدي يخش في حتت. لازم تسال كده انا قوي في ايه؟ انت بيتنت واحده تجيب لك شغل الست سنين دول والمئة سنه الجايه، اوكي؟ في الحته بتاعت هانجش لو انا خلصت، شكرا. عامه يعني احنا شايفين الترندز عامه رايحه فين والتكنولوجي رايحه فين. في تكنولوجيز كتير قوي دلوقتي بتظهر حوالينا ديجيتال. احنا يمكن بدانا بالانتراكتيفيتي مع التي في سكرينز او البروجيكتورز، بس بعد شويه هنلاقي حوالينا هولوجرام، هنلاقي حوالينا في ار، هنلاقي حوالينا اي ار، اوجمنتد رياليتي، هنلاقي حوالينا ديجيتال ميديا كتير. احنا حتتنا في ايه بالظبط؟ انا ما كنتش واضح حضرتك. شوف انت النهارده جزء من العالم، اوكي؟ انت شوف انت فين في البيتنسي وفي الـ القصه دي راح لغايه فين. يعني حضرتك بتقول الجهاز انا صغرته من دل ده، الساعه النهارده بتعرف الهاند جيستشر، الساعه الجديده مزبوط. ابل واتش اخر واحده بتعرف الهاند جيستشر من غير جهاز، اوكي؟ فحضرتك انت ماشي مسافه طويله قوي، كملها، ما تقعدش تشوف انت هتبيع فين وما تبيعش فين. ليه؟ انت ممكن تبيع بيتنت واحده من دي وتبقى بيتنت مصريه، حاجه كلنا نبقى فخورين بيها، طالعه من المهندسين الجمال بتوعنا، برقم كبير جدا، وتبتدي بقى تركب على الموضوع ده وتطور، تعمل استوديو للقصه دي. ما تتوهش نفسك قوي في موضوع المنافسه من الجهاز والبيع. التيم بتاعك، حط الكوس بتاعك كله في الحته بتاعه الانجينيرنج تيم، وشوف انت فين من العالم، عشان مش هينفع العب دوري وانا مش عارف الفرق اللي فيه عامله ازاي. وروح شوف السويت سبوت بتاعتك اللي تقدر توصل لها بسرعه، اللي هم لسه ما وصلولهاش، اللي انت اكيد في الخمس سنين اللي فاتت وانت بتعمل الجهاز ده اشتغلت عليها وفكرت فيها، وروح اقعد حط بقى ايه الـ 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 الهدف بتاعك. فانت انا بالنسبه لي انت يو ار ان انجينيرنج هاردوير انجينيرنج تيم ذات از هاب هنا في مصر. فده رايي، ممكن يبقى رايي غلط وممكن يبقى انتوا فكركم مختلف، بس ده رايي. فانا برضو هسهلها على الشاركس زمايلي، فانا عشان رايي ده بس، النصيحه بتاعتي
والله والله من قلبي، بس انا أقل.